قلت له تعال يا ولد، تعال تعال ولا ما تخافش. وتخبت له كده عشان اطمنه. الولد اصله كان مستخبي في حته ضلمه في اخر الغواصه. مين؟ في اخر الغواصه. ايه؟ في الغواصه. غواصه ايه؟ يا بنت غواصه ايه يا بنت؟ بقول لي غواصه، الغواصه. اصل احنا طلعنا بعد كده في جزيره اسمها قبرص. مين؟ قبرص. ايه؟ قبرص. قبرص؟ يا بنت قبرص ايه؟ قبرص دي جزيره في البحر الابيض المتوسط. اخص عليك يا محروس. بقى تروح قبرص دي من غير ما تقول لي اعمل لك فطرتين تاخدهم معاك تتقود بيهم؟ ده انت عليك لا تعرف لحد ولا محتاج. يا بنت فطرتين ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ بقول لي غواصه والواد عايزين نجيبه، تقولي لي فطرتين؟ انت مصدقه ياما؟ هو ده كلام يخش دماغ حد؟ اجريها يا ولد. هو انت ده ما سدد نفسك ليه؟ كده كده هم ها؟ امام سعيد قوم عشان المقرر بتاع اولى اعدادي صعب قوي السنه دي. قوم يا بنت قوم. عادي تسمعيني مذبحه المماليك. مين؟ مذبحه المماليك. ملاليم مين؟ ملاليم ايه يا بنت؟ ملاليم ايه؟ بقول لك مذبحه المماليك. ذبحوا مين؟ يا بنت ذبحوا مذبحه المماليك. مذبحه المماليك. ايوه المذبحه.